صباح الخير يا حلوين، كيف كل يوم؟ اليوم السبت 21/11/2020 وإحنا بفصل الخريف. نراجع مع بعض حروفنا: ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زين سين شين صاد ضاد طه ظه عين غين ف قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. نتعرف على الأحرف اللي أخذناهم ونشوف شو حرفنا الجديد اللي بده يزورنا اليوم. أخذنا حرف الأ، حرف الإب، إت، إف، الإج، الإح والإخ، والأو والإي، حرف الإد. خلينا نشوف قصة اليوم عشان نعرف شو حرفنا الجديد اللي رح يزورنا. دخلت ذكرى إلى الصف، شاهدت بطاقات على اللوح: صورة أذن، صورة قنفذ، صورة ذرة، صورة ذراع. سألت المعلمة: ما حرف اليوم يا معلمتي؟ ما حرف اليوم؟ هل علمتم ما هو حرف اليوم؟ هيا نرى. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد صورة ذراع. ذراع، ما الصوت الأول في كلمة ذراع؟ ذي. ذي. ماذا تشاهد في الصورة الثانية؟ نعم، أشاهد صورة ذرة. ذو. ذرة. أشاهد صورة ذرة. ذرة، ما الصوت الأول في كلمة ذرة؟ ذو. ذو. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نعم، أشاهد صورة ذبابة. ذبابة، ما الصوت الأول في كلمة ذبابة؟ ذو. ذو. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد صورة أذن. أذن، ما الصوت في وسط الكلمة؟ ذو. ذو. أذن. ذو. ذو. إذن الصوت الثاني في كلمة أذن هو ذو. ذو. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد صورة قنفذ. قنفذ، ما الصوت الأخير في كلمة قنفذ؟ ذ. ذ. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد صورة حذاء. حذاء، ما الصوت في وسط كلمة حذاء؟ ذا. ذا، أسمع صوت مقطع ذا. هيا نتعرف على شكل حرف الذال. هلا حرف الذال شكله زي أخوه حرف الإد، ما بتغير، بيبقى زي ما هو، بيتصل بس من الأمام، بآخر الكلمة ما بتصل مع حدا بعديه، بضله لحاله، بس من جهة واحدة الأمامية هي اللي بتصل فيها مع حروف ثانية. خلينا نشوف كيف ممكن نكتب حرف ذال.
حرف الذال يكتب هاي النقطة البداية، بنزل خط مائل ثم مستقيم جالس على السطر، ممكن أعمل رفعة صغيرة وأحط له النقطة على رأسه. هاي شكل حرف ذال، هذا شكل حرف ذال. خلينا نشوف إذا نرجع نكتبه مرة ثانية لحرف الذال، خط مائل ثم جالس على السطر، رفعة صغيرة ونضع نقطة على رأسه. نسمع صوت حرف الذال. مع الفتحة ذ، مع الضمة دو، مع الكسرة ذي. إذن مد قصير ذ ذو ذي، هذا المد القصير. نرجع مرة ثانية نكتب حرف الدال، نتأكد إنه إحنا أتقنا كتابته. بنزل خط مائل ثم جالس على السطر ورفعة صغيرة وأضع النقطة. كمان مرة، خط مائل جالس على السطر، رفعة صغيرة ونقطة على رأسه. هذا شكل حرف الذال. هلا حرف الذال زي شفناها في كلمة قنفذ وحذاء، هلا بنرجع عليهم حتى نشوفهم كيف انهم متصلين. بينما في كلمة ذرة، هاي حذاء متصل مع حرف الإح لكن غير متصل مع الآ، غير متصل مع الآ، هاي كلمة حذاء. بينما في كلمة ذرة أو أذن، هاي أذن مش متصل مع الآ ولا متصل مع الإن، لحاله هو لحاله. إذن هو بتصل مع حروف بس اللي قدامه الحرف الآ. احنا كلنا بنعرف انه هو ما بمسك إلا من جهة واحدة زي الأذن، هاي بنحكي فيها مرة ثانية الحروف اللي ما بتمسك مع حدا. يعطيكم العافية.